انا بالنسبه لي يعني لا عندي قدره على المشي لاقوم مثلا اشتغل لا شيء. انا امرار اذا طلعت لميت نايلو اكلت، ما لميت قاعد يعني الله المستعان، لا يطبخوا جيراني طبخه بيعبوا لي صحن. عندي المرة بعت على أهلها بسبب هالأزمات هاي والصعوبات الشتوية وعندي ولد وعندي أدوية، فبعت على أهلها إلى أكثر من شهر بسبب هالصعوبات هاي، لأن ما عندي لا قدرة إنه أصرف عليها وقدرة إنه أجيب التدفئة. هاي كمان يعني شايف شلون حالتها، ما بتحسن تمشي فيها مسافة بعيدة. أنا بتمنى من الله إنه كرسي يكون متحرك غير هالكرسي، وبتمنى يكون معيشي يعني احسن. الحمد لله معيشي احسن من هالمعيشه هاي.